آسيا، شو الفيلم الجديد اللي عم تعملوه هلا؟ أول ما شفتيني عصبتي علي وصار بدك تقلعيني، شفتي منيح ما سمعت كلامك؟ كيف كنتوا رح تنفذوا من هالشي يا بنت؟ هلا بتقولوا لماهر إنه نجمي عملها وخلص الموضوع انتهى. مبسوط بحالك إنك عم تمننا بهذا الشي؟ لا لا يا روحي آسيا، ليكي أنا مو هيك قصدي، بس عم حاول إشرح لك إني بصفكن شو ما صار. أنت كيف بتحكي هيك يا غبي؟ ها؟ شو هاي آسيا وروحي؟ صح صح ودير بالك، لا تتجاوز حدودك. ايه حاضر. انا عم بحكي مع صاحبة القصر، لازم انتبه اكتر. ايه بس فيني اسأل سؤال؟ يعني مو صعب شوي؟ ما بعرف، انتو كنتوا تحبوا بعض من زمان وهلأ كل واحد فيكن مع حدا تاني، كيف بتقدروا تتعاملوا مع بعض؟ ولك نجمي، انت شكلك ما عم تفهم، تخرس احسن ما ابتلي فيك. ولا خلص تركه يا جمال، تركه يحكي على كيفه. روح من هون، لا تخليني اشوف وشك. وين بدي روح؟ مو لازم اوصلك على الشركه؟ نجمي اختفي يلا. حاضر معلم، انا ناطرك هني اذا بدك. لا هذا ما راح يريحنا بنوب، لازم نحاول نروح من هون باسرع وقت. تأخرت كتير بهالقرار ست آسيا. أنت شو عم تحكي؟ إيه يعني بعد شو بدك تروحي؟ بعد ما طلعتي قدامي وشوشتي لي عقلي وحياتي؟ تفضل، شو هو الحل؟ شو بدي أعمل؟ شو هالجنان؟ صباح الخير يا كنتي الحلوة، تعي أنا وماهر كنا قاعدين عم نحكي ونشرب شاي، رح صب لك كاسة شاي. لا لا أنا بصب لحالي، لا تعزبي حالك. طيب إذا هيك لكان أنا رايحة أخلص شغلي. ماشي ماشي أمي، خدي وقتك. بدي خبرك شغلة. القلب على القلب، تفضلي أنت حكي أول. من شوي وأنا جاية شفت نجمي واقف برا بالحديقة وخبرني إنه هو اللي غير نتيجة التحليل. توقعت، مين يلي بده يعمله غيره؟ بس أنا لساتني مو مستوعب الشيء اللي صار. يا آسيا هذا الزلمة لسه مبارح إجا لهون، أنت لحق يعرف خطة راجو ويقدر يتدخل ويخرب له إياها؟ عن جد هذا الشيء كله مو منطقي بالنسبة إلي، مع إنه ما بيعمل شيء ببلاش كمان. الليلي طلب مصاري؟ لا ما طلب مصاري. أنا بحكي معه بفهم التفاصيل كلها، على القليل استفدنا منه. شو كنت بدك تقلي؟ أنا حكيت مع أبي مشان موضوع مبارح. ما في مشكلة مو هيك؟ لا لا ما تخافي، ما في شي بيخوف، ما في أي مشاكل، بس خبرني إنه لازم نتزوج. كيف؟ ما فهمت شو قصدك لازم نتزوج؟ هيك بدي اتسجل بعائلة ديمير. هلأ الفكرة غريبة شوي، بس أبي بده يسجلني على اسمه وبده إياكم تصيروا من العائلة، لهيك لازم نتزوج. ماشي يا ماهر، بس أنت بتعرف إنه أنا إذا طلعت هويتي الحقيقية الشرطة رح تعرف ويني ورح يمسكوني، هنن عم يدوروا علي. بعدين نحنا كذبنا كذبة إنه متزوجين، من وين طلعوا لنا بقصة الزواج هلأ؟ إيه إيه بعرف، لهيك لازم نكمل اللعبة للأخير، ما رح نتزوج عن جد، رح دبر كاتب عدل مزور اللي لي مين بده يسأل عن هويته يعني، وهيك قدام العالم منكون تزوجنا نظامي، وراجي وزاهدة رح يتركونا بحالنا من بعد أكيد. شو قصدك قدام العالم؟ ليش بدنا نعمل العرس هون؟ ايه هون، بابا بده يانا نعمل العرس هون بالقصر. هلأ هذا الحل رح يخلي الكل يسكت وما عاد حدا رح يقرب علينا، وبعد هالشي لازم دبر لكم هويات مزورة. هويات مزورة؟ أنت عم تورط حالك بمشاكل ماهر. لا تخافي ما عم بتورط، بلاقي حل للموضوع. ما حدا عم يدور على آسيا ديمير، الهوية ضرورية، بصير فيكي تطلعي من القصر وتشمي هوا، هذا أحسن حل. أنا رح روح أحكي مع نجمي هلأ لأفهم منه شو يلي صار. أنا ما بحبه لهالقميص بنوب. لك وقور
حاج تتحرك، بدي أعرف بكلك زرار القميص. بس أمي أنا كنت عم بلعب ومبسوط، ليش بدك يعني اطلع وغير تيابي هلا؟ لأنك عرقان وما بدي إياك تمرض. بس أحمد ناطرني تحت. استنى تعال هون، نسيت الخرزة الزرقاء. أمي خلص بعدين بتحطي لي إياها. لا والله ما في روحة من هون بلاها. هلا اروح. مع السلامة. لهلا بتحطي له خرزة زرقاء؟ ما بدي حدا يحسد ابني او يصيبه بالعين. والاسوارة اللي كنت جايب لك اياها لساتك عم تلبسيها؟ يا روحي يا روحي انت. يلا حبيبي نام شوي. يلا برافو، نام شوي. يلا يا روحي انت. نرجس شو يا بنتي؟ اخوك نام، انت لسه ما نعستي؟ نعست. يلا على النوم لكان. يلا يلا. لما في الصبح بيكون رجع بابا، مو هيك أمي؟ يمكن راجع من مكان بعيد لهيك بيكون تأخر علينا. أنتي بتعرفي إنه أبوكي ما رح يرجع. لا أمي، أنتي يلي ما بتعرفي إنه بابا رح يرجع. حاكاني وقت ولدت أوغور وقال لي ما رح يرجع. بلكي في شي مزعله منا ولهيك كان عم يقول لك هالحكي. أبي زعلان مني شي لهيك تركنا يعني؟ نرجس لا تحكي هيك، أبوك كتير بحبك. لا أمي، هو ما بحبني، ما بحبني بنوب. لو بحبني ما كان راح وتركني. لا حرقتها. حرقتيها؟ عملت مثلك وقت انت حرقت كل شيء ورحت. جمال ما تفتح عيونك لحتى قلك ماشي؟ جايب لك هدية. افتحيه. كتير حلوة. بس أكيد مو أحلى منك.
لا تشلحي، هاي مشان تحميلي ياكي من العين. الله يحميلي ياكي يا ملاكي الحلو. Kim derdi ki bir tane gün gelip bıkacağız? Ben de yenik yüreğim yalnız mı kalacağız? Böyle ayrılık olmaz. Böyle yalnız kalınmaz. Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldum, deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin? أمي، هلأ شافنا نجمي وقت كنا بالمطبخ. حكى معكم شي؟ قال لي إنه ما في داعي نخاف منه لأنه هو هلأ من صفنا. طيب لا تخافي، اهدي نرجس. طيب هلأ هو راكد ورا مصلحته لهيك ما رح يقرب علينا، ماشي؟ نرجس بدي أحكي معك بموضوع تاني. أنتي صرتي تعرفي الوضع هلأ؟ الكل عرفوا أنه أنا وماهر طلعنا مو متزوجين، ومن وقت الكل عم يراقبونا. وماهر كان عم يقول. شو عم يقول؟ هلأ إذا الكل صدقوا أنه نحن متزوجين رح يتركونا بحالنا، فلازم نكتب كتابنا. كيف يعني؟ أنت عن جد حبيتي لماهر أمي؟ لا يا بنتي، ما في هيك شي بنو. ما بدنا نكتب كتابنا نظامي، بدنا نزور العقد. ما عم أفهم. يعني بدنا نعمل حالنا كأنه عم نكتب الكتاب، وعمك ماهر رح يجيب حدا يعمل حاله كاتب بالعدل، وبس نخلص رح نعمل عرس هون بالقصر أو حفلة عدية. اف لك شو فيها البهدلة بآخر العمر. ايه شو فيها؟ انتي حلوة ولساتك صبية، وياريت انتي من زمان فكرتي تتزوجي أمي. خلص نرجس، هذا مو موضوعنا هلأ. اف طيب وين رح تكتبوا الكتاب؟ يمكن هون، هارون بيك هيك بده، وماهر عم يقول هيك أحسن. وأبي هيك أكيد رح يموت من الغيرة كمان. يلا بيستاهل. نرجس
شبك مو صح؟ ليكو عم يتفتل هو ومرته قدامنا ومو سائل، خليه يحس فينا شوي. صحة وهنا. أهلين صاري، يلا عود. شو وين كنت؟ دقيت لك وما رديت. كان عندي شوية شغل. مشغول؟ أنا بعرف هالشي كتير منيح، خاصة بعد ما صار عنده شوفير خاص. مزبوط. هلأ مو شوفير خاص، يعني لكل يلي بالبيت. شغلت نجمي رفيق آسيا عنا. برافو عليك يا ابني، كان لازمنا هيك شاب من زمان. هالشاب آدمي مو هيك؟ ماهر أنت قدمت الطلب؟ بكرة رح أقدمه. طلب شو بدك تقدم؟ بعدين ليش عم تحاكوا بعض بالألغاز؟ عمي؟ ليكون بدك تسجل هالبيت باسم ماهر اه؟ أنا وآسيا بدنا نرجع لبعض، بدنا نكتب كتابنا. آه شو حلو. بدك تلبسي فستان أبيض؟ لا ما بدي. لو أنا مكانك برجع بلبسه. شغلة الفستان أنا ما دخلني فيها، بس أكيد كتب الكتاب والحفلة هون بالقصر. ما في داعي لكل هالشي، يعني الموضوع هو شكلي، ما بدي تتعذبوا معنا على الفاضي. وأنا من رأيك، يعني أكيد مو ضروري تعملوا حفلات هلأ، صرتوا كبار على هالقصص. بعدين نحنا ما دخلنا بهالموضوع. بلا دخلنا يا ندرت، راح تصير هاي الحفلة. ما راح تكسري كلمتي يا بنتي، بدنا نكون عيلة وحدة وكبيرة. آسيا أنتوا تركولي التنظيم لإلي ولا تشغلوا بالكن بشي أبدا. مثل ما بدكن. اتفقنا. حفلة أو خطبة أو عرس أو حنة، رح ترتب لكم كل شي، رح تجلطني. خلصنا يا زايدة، لا تتدخلي انتي. حبيبي ليش صافن وما عم تاكل؟ الشوربة تبعك رح تبرد. لا ولا شي. بتخليني ساعدك بالتنظيم كمان؟ يعني أنا هلأ عن جد بدي أحضر عرس أمي وأبي؟ كتير مبسوطة. إيه نرجس حبيبتي، يا ريت تساعديني، بس بدي منك تقنعي أمك تلبس الفستان. برأيي تقنعوها تلبس فستان أبيض عادي. منشوف لوقتها. يا ست أمينة، ابنك بده يتزوج هون بالقصر وبده يعمل حفلة كمان. ايه وهيلين رح تنظم كل شي. شو بدك تجيبي لهدية لكنتك؟ هي تأمره بس. فرحتوني كتير بهالخبر يا أولاد. آسيا، أنا بعرف أنه عم يزودوها بموضوع العرس كتير عليكي، بس أنا ما بدي إياكي تنزعجي. ماشي؟ أنا رح أحكي معه مشان يعملوا كل شيء على السريع ويختصروا كمان. ماني مزعوجة، لا تعمل أي شيء، منلاقي حل بوقتها. ليش لساتها كفاية؟ ما عم بقدر نام أمي، مشغول بالي، بتعرفي إنه ما عندي ولا طقم ولا جرافي حتى.
بدك طاموغرافي؟ مشان شو بدك ياهو؟ أوف أمي، شو بدك يعني ألبس على العرس لكان؟ يعني كبرت وصار بدك تلبس طقم وبدك تحط وردة هون كمان؟ ايه فيني، وبدي مع الطقم كمان بوط جديد ويكون لونه أسود وعميل مع مثل بوطك بابا. وأنا هلأ بدي أكلك أكل، بدي أكلك أكل، تعال هون. أمي خلص النيلو، بدي أكلك. لا تخليني بس، تعال عندي، أنا برشيك. تعال، بدي أكلك، تعال عندي، بدي أكلك.